مساء الخير. بما انه هيدا اخر اطلاله لإلي هيدا الاسبوع، بدي استبق الامور واتمنى لكم فصح مجيد، واترككم هلا تتابعوا التحقيق الفني. عادت كلاوديا شيفر لتكون عارضة أزياء على صفحات المجلات العالمية، نذكر منها مجلة فوغ الألمانية ومجلة ماري كلير. وهذا كله بعد أن عينت إحدى شركات السيارات الألمانية كلاوديا شيفر سفيرة لها في العالم. نذكر أن كلاوديا هي ألمانية الأصل ومن مواليد 1970، وظهرت كعارضة أزياء للمرة الأولى على كوفر مجلة آل الفرنسية، واشتهرت فيما بعد في فترة التسعينيات بعد أن أصبحت إيماج دو مارك لإحدى ماركات الجينز العالمية. من بعدها خاضت شيفر تجربة التمثيل، حيث كان لها ظهور في فيلم ريتشي ريتش وذا بلاك أوت، بالإضافة إلى ظهورها في عدة مسلسلات أمريكية. ولكن شهرتها وصلت إلى أوجها عندما صورت برنامجها الرياضي التي علمت من خلاله النساء على كيفية المحافظة على أجسامهن. على صعيد الغرام ارتبط اسمها ببرنس ألبير دو موناكو، ولكن سرعان ما أعلنت خطوبتها من الساحر العالمي ديفيد كوبرفيلد، وذلك عام 94 ودامت حتى عام 99. تزوجت كلاوديا سنة 2002 من ماثيو فون، ورزقت بثلاثة أولاد كاسبر وكليمانتين وكوسينا فايوليت، وفضلت من بعدها الاهتمام بالعائلة إلى أن عادت مؤخرا إلى عالم الشهرة من خلال هذا الإعلان. أخبار عديدة من تبعها سوا بالبانوراما الفنية. بعد الجدل الذي أثاره قرار مجلس الوزراء المصري بوقف عرض فيلم حلاوة روح بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في دور العرض السينمائية المصرية، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسام القويش أن المجلس لم يشاهد الفيلم قبل قرار إيقاف عرضه من دور السينما المصرية. وقال القويش: الوزارة لم تشاهد الفيلم المثار حوله الجدل، وقرار إيقاف عرضه جاء بسبب المعلومات التي وردتنا أن محتواه سيء وفاحش. مريتي يا مريتي، رح احكي لك حكايتي، قولي لي انا مين انتي، انا وانا انتي، مهما كبرتي وتغيرتي بعيوني انتي الستي يا مريتي. أعلنت أسماء لجان تحكيم 33 عضواً المشاركين في لجان تحكيم الدورة 13 لمهرجان ترايبيكا السينمائي، ومن بينهم المخرجة اللبنانية نادين لبكي التي ستشارك في لجنة تحكيم اختيار أفضل مخرج روائي جديد. تم تأسيس مهرجان ترايبيكا السينمائي عام 2002 كرد على هجمات 11 أيلول 2001، والهدف الأساسي للمهرجان هو تمكين الجمهور من اختيار قوة الأفلام العالمية وتأثيرها في المجتمع. تنقسم المسابقات داخل المهرجان لعدة فئات بالإضافة إلى تعدد الجوائز. تصدرت النجمة كايلي مينوغ غلاف مجلة فوغ بنسختها الأسترالية في عددها لشهر أيار، وقامت كايلي البالغة من العمر 45 سنة بجلسة تصوير بدت فيها ساحرة وجذابة. وتحدثت كايلي في اللقاء عن حياتها المهنية والعاطفية. كايلي التي انفصلت عن حبيبها العارض الإسباني أندريس فيلانكوسو في أكتوبر قالت: أتمنى أن أقع في الحب مجددا، لكنني لست في حالة اندفاع. وهيدا كان كل شيء. باي.